أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي وأهلا وسهلا. المضمون ديال هذا الفيديو غادي يكون يعني بعيدا عن وباء كورونا وبعيدا عن الهجرة والمهاجرين والسناتوريا ومشاكل الهجرة. اليوم غادي نعاودها لكم كي بحال شي حجاية، واحد الحدث من أحداث أو من سجلات السوداء بإيطاليا اللي كيسميوه بلا كرونيكا نيرا بإيطاليا. أمس اكتشفت الشرطة من خلال واحد الندوة صحفية اللي عملتها النيابة العامة واللي قدمت فيها واحد العصابة إجرامية مختلفة مع عمر إيطاليا شهداتها. لأول مرة في تاريخ إيطاليا ولأول مرة في التاريخ نتاع قوات الأمن وخاصة إيكاربينييري كيتم تشميع كازيرما يعني مقر ديال الكارابينييري بمدينة بياتشينسا بأكمله، وتحويل جميع أفراد أو أعضاء الكارابينييري. الكارابينييري بالنسبة لنا حنا المغرب هما أعضاء الدرك الملكي. تحويل أعضاء هاد الكازيرما أو هاد المقر على العدالة بتهم جد ثقيلة، سباتشو دي دروغا يعني التجار في المخدرات، الابتزاز، العنف والتعذيب، التزوير في وثائق رسمية، إلقاء القبض على أشخاص أبرياء، وخلق جريمة لهم من وحي الخيال وإدخالهم إلى السجن، تفتيش منازل الناس اللي باغين بدون وجه حق وبدون إذن من النيابة العامة. يعني سواء الكوربو دي كارابينييري يعني رجال ديال الدرك، سواء يعني الإيطاليين وإيطاليا، فقط على واحد الصدمة كبيرة جدا، لأن الإيطاليين تيبغيو يعني الشرطة، ولكن الكارابينييري عندهم واحد القيمة كبيرة جدا بالنسبة للإيطاليين وقرابين للمجتمع الإيطالي، وكل حومة تقريبا وكل كوموني كل بلدية سواء صغيرة أو كبيرة كتكون فيها واحد لبيكولا كازيرما. كيفاش خرجوا يعني تل هاد يعني تحصلات هاد العصابة بالصدفة؟ لأن تقريبا اللي كيمشي يخدم في هاد هاد الكازيرما يعني كيبحال اللي كيبحال اللي كيردو على دينهم، لأن الاستفادة كبيرة جدا، ولأنهم يستمتعون بتعذيب بعض الأشخاص. هاد الاشخاص هما هادوك اللي يبوشر يعني اللي كيبيعوا لا دروغ بالديتاي، والمعظم ديالهم تيكونوا حتى مهاجرين، لدرجه ان كان واحد المهاجر ماشي بوشر ما حتى شي حاجه فوق التطوار يعني واقف على حدا التطوار بالبسكليت ديالو، عطينا التليفون عطينا البزطام، داولو التليفون داولو البزطام، لا غاد ليجا باش ياخذ التليفون ديالو والبزطام ديالو، لان ما عرفتش علاش بالضبط فاش تشوه شنو لقاو عنده، عطاو الصلخه مزيان وحيدو داكشي اللي عنده في البزطام وعاد ردوه له. كيفاش كما قلنا كيفاش يعني خرجت هذه المساله، هو ان كان واحد الكارابينييري جديد واللي كان مشى لابوليتيا مينيسيبال يعني الشرطه ديال البلديه، واللي فقط تشكى من ديك الوضعيه، واللي هو متفقش مع ديك الوضعيه لانه يعني تما ما دامش بزاف دغيا مشى بحال. اذا تحلات من تما ومن بعد شكايات كثيره تحلات
واحد القضيه وبقاو متبعونهم 6 شهور ديال التحريات، 6 شهور ديال التحريات، 6 شهور كيتصنتوا لهم التليفون، سواء الامبيانتال يعني غير اللي حدا التليفون، سواء المكالمات ديالو، تسمع الناس كيتعذبوا داخل الكازيرما، كيسمع التليفونات ديالو اللي ديال لابونتاتو اللي كيفتخر كيقول بان يعني طرق التعذيب اللي استعملها مع داك الشخص هي نفس طرق التعذيب اللي شافها في داك الفيلم ديال غومورا تاع المافيا. يعني كيف ما كتعذب المافيا حتى هما تيعذبوا. فاش كان الحجر الصحي استحوذوا على السوق نتاع التجاره في المخدرات. نتوما كنتوا عارفين بان الناس ما بقاتش كتخرج، ولكن هما عملوا ما في وسعهم باش الناس ما تبقاش خاصها السلعه، لدرجه انهم عينوا هما لي بوشر ديالهم اللي غادي يبيعوا لهم، وتتبع السلعه ديالهم عاد الاخرين يمكن لهم يبيعوا السلعه. فوصل بهم الامر انهم لو تو سيرتيفيكاسيون، لان حتى واحد ما كان يمكن له يخرج من مدينه لمدينه او من بعد من جهه لجهه الا لا كانت لا تو سيرتيفيكاسيون، ان الرجال ديالهم اللي كيديو السلعه ديالهم تيزوروا لهم لو تو سيرتيفيكاسيون من بياتشينسا، لان بياتشينسا ماتوا فيها بزاف ديال الناس، ويصيفطوا لهم بارديه باو تو سيرتيفيكاسيون يعني فالصه باش يوصل السلعه. يعني شوفوا الحماق، شوفوا فين وصل الجشع. بالنسبه للكوماندانت، يعني الكوماندانت اللي كان تيعرف وكان بعض الاحيان موجود في الوقت اللي كيكونوا كيعذبوا فيه هاد الناس اللي كان تيهمو او سبين جيمولتو، يعني كيدفعهم كثيرا انهم يحقوا لارستي، يعني اللي كيهمو لا كارير ديالو وباش يطلع هو ان يكون عنده واحد رقم معين من المقبوض عليهم باي تهمه باش يخليوه بونو ترانكويلو ويدير اللي بغا، واخا ما يكون واحد داير حتى شي لعبه، فقط انه مسكين مهاجر ولا جا المهم في يعني جا في الطاق ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا، واحد اللي تيتعاطى اللي ديبول يعني كيشدوه تيهلكو تيديروا له تهمه، يعني كيخلقوا تهمه من لا شيء ويسني ويدوز ويتحاكم، وكتسمى بان داك الكوماندانتي والريبارتو ديالو راهم خدامين وراهم ضد الجريمه، وها شحال دار من اريستو في العام وفي الشهر باش تيشوفوا اللي كبر منه عاوتاني ديك الارقام. من طبيعه الحال كتكون هناك ترقيات وتعويضات ماليه. لابونتاتو اللي ابونتاتو نهار اللي مشاو باش يشوفوا شنو عند هاد لابونتاتو، لقاو عنده ما عرف شحال من كونت في البنك، طوموبيل، فيلا بلا بيسين، يعني واحد لابونتاتو اللي كيعيش ب 1600 اورو، 1800 اورو، وتيرفض يعطي لمرتو اللي مطلق هو وياها النفقة على الأطفال، يعني حتى الأطفال ديالو كيعاملوهم قبيح، كيعيش بواحد الطريقه اللي هي اكثر يعني من المستوى ديالو من اللي يمكن هو يعني لو ستيبيندي يعني الراتب ديالو يمكن يوفر له. اذا هناك بعض المقالات اللي كتقول 10 ديال الناس اللي تقبطوا، ولكن معظم المقالات كتقول بان 6 ديال الناس اللي تقبطوا، 5 في السجن والكوماندانت الكبير يعني في لاغيستو دوميتشيلياري. ولكن الحاجة الوحيدة أو الحاجة اللي هي غريبة جدا جدا واللي ما عمرها وقعت يعني في إيطاليا، هو أن كازيرما كلها تشمع بطبيعة الحال، لأن فيها مجموعة من الأدلة، سواء على السرقة، سواء على التجارة بالمخدرات، سواء الابتزاز، سواء التعذيب، تعذيب وإهانة ماشي فقط النفسي الكوربو الجسم والنفسية ديال الأشخاص. ومن ضمن هاد لي فيكتيم يعني هاد الضحايا كانوا سقطوا بين يديهم مجموعة كبيرة من المهاجرين. انتم كتعرفوا بأن فئة المهاجرين هي فئة هشة جدا جدا،
وكيصعب عليهم وتيخافوا، خاصة لما كانش عندهم الوثائق، أنهم يبلغوا بمثل هاد التعسفات وبمثل، لأن ماشي تعسف، ماشي إهانة، ماشي تعذيب. ما كندويوش على جوج ديال التصفيقات، ما كندويوش على تصفيقة وركلة، ما كندويوش على السبان، كندويو على ناس كتغبط وكتعذب ليل ونهار، يعني تعذيب لدرجة أن تعيط في التليفون وتقول بأن سي ديفيرتيتو مولتو، يعني نشط بزاف، يعني فرحان لأنه داكشي الطريقة ديال التعذيب اللي شاف في الفيلم هو عملها على أرض الواقع. ولا ما كانش يعني داك الكارابينير اللي داز من تما واستاء لديك الحالة وكان عنده الضمير شوية يقيد أنه هضر مع شي واحد، فكان ماشي صعيب، كان يستحيل بأن شي واحد، لأن الناس اللي الضحايا ديالهم كل فئاتها الشائمة، اللي كيكون لايستر مدمنين على المخدرات، أو كيكونوا مهاجرين، أو كيكونوا اللي كيتاجروا يعني بالتقسيط، يعني خلقوا واحد العصابة من نوع خاص، من نوع جديد، تيخرجوا كيجمعوا داك الشيء تيقبطوا، يعني هما عندهم طبيعة الحال الكسوة وهما عندهم القانون في اليد ديالهم. الحقيقة أن دائما يعني القناعة ديالي كتقول أن كاين واحد الخيط رفيع ما بين مجرمين لابسين الكسوة، ماشي كنهضرش فقط على إيطاليا ولا على كارابينيير ولا على هاد الحالة هادي، ومجرمين اللي ما لابسينش الكسوة، لأن الإجرام تيكون واحد هو سلوك، وماشي فقط أنك دخلتي مثلا للشرطة ولا للدارك ولا شي حاجة، أن السلوك ديالك يمكن له يتغير، وأن الميول ديالك للعنف يمكن له يتغير. بالعكس، أحيانا هذيك السلطة اللي كتكون عندك، السلاح والكسوة والمرتبة، كتعطيك واحد لصفوق، يعني كتلقى داك الإحساس وداك الميول ديال العنف، كيلقى المساحة ديالو فين يمكن له يدير اللي بغى بدون أي متابعات. وأن المجرمين اللي لابسين الكسوة هما أشد فظاعة، أشد عنفا، وأشد غدرا من داك المجرمين اللي ما لابش الكسوة، لأنه عارف بأن تابعه تقدر تكون محاكمة، كاين العدل، كاين القضاء. إذا اليوم يعني كبحال كان واحد الميتو، كانت شي حاجة كبيرة بالنسبة لسيرتو في مدينة بياتشينسا فين وقعت هذه المسألة، وطاح داك التمثال. ورغم ذلك كتبقى بأن لارما ديال الكارابينيير هي أقرب إلى المواطنين، أن لارما ديال الكارابينيير تحمي المواطنين، أن لارما ديال الكارابينيير فاش كتلقى داك البيزين وبيكولو كيديو لاسبيزا للمرأة اللي كبيرة، كيعاونو العجوز الطفل، يعني كيأمنوا الحياة نتاع مجموعة ديال الناس اللي هما ديبول اللي هما ضعاف. وكيف ما كيقول المثل، في كل حوتة وحدة كتعني حاشاكم تتخنز الشوارع، ولكن تتبقى بأنها سابقة في تاريخ إيطاليا وسابقة في تاريخ نتاع لارما ديال الكارابينيير. كان لازم أنني نحكي لكم هذه القصة، لأن إحنا كمهاجرين بعض الأحيان تنكونوا يعني ديك السلسلة الأشد هشاشة والأشد ضعف، وكنتعرضوا أحيان كثيرة ماشي فقط للظلم ومن الحقرة، وأحيانا للسخرية والمجموعة ديال الأشياء، أحيان كثيرة يعني في أحيان قليلة كنبلغوا، يعني تنطوروا على ديك الحالة، لأن لك الإنسان عنده واحد يعني عنده واحد الوعي، لأن ما ندويش على الثقافة، لأن هذيك مسألة نتاع وعي بحقوق، وتمسألة ديال النفس، كيثور وكيحاول أنه يقبض حقه يعني بالقانون ويتبع الحق ديال. ولكن كاين الناس اللي ما في إمكانهمش أنهم يدافعوا على رأسهم، لأنهم تيكونوا مثلا بطريقة غير شرعية، أو كيكونوا التهومة كيعملوا شي أعمال اللي هي غير قانونية، بحال الناس اللي كتاجر في المخدرات ولو بالديتاي، أو أنهم يعني كيديروا شي أشياء غير شرعية، وكيتلاقوا مع هاد المجرمين اللي هما أكثر منهم، كيكون واحد منحرف كيتلاقى مع مجرم
فتيكون واحد يعني تتكون الا كان مثلا غيمشي بشهر ولا شهرين او حبس الضغط يتم ماشي بخمس سنين او ست سنين، لان هذاك الكوماندانتي ولا تلاقى مع هذاك المجرم اللي لابس الكسوه واللي خاصه فقط الارقام، واللي كي بالاضافه انه تيمارس عليه جميع اسباب واشكال التعذيب تيزيد كيضربوا بواحد الخمس سنين او ست سنين ولا فاق له التهم. من طبيعه الحال هاد الناس يعني توقفوا على العمل، ومن طبيعه الحال غادي يطردوا على من العمل ديالهم ومتابعين، واكيد غيكون حتى السجن من نصيبهم. ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو ان الثقه مزيانه، وقله الثقه احسن، وان الانسان فاش يحس براسو بانه تظلم وبانه يعني كيعاني وتحقر، اذا كان عنده الحق غير شويه ديال الحق يدافع على الحق ديالو. تنحييكم، كنسلم عليكم، نتلقاو قريبا ان شاء الله.